يبقى التلبينة من المشاريب، التلبينة مجمة للقلب، اللي عند حزن تلبينة، القسط البحري او القسط الهندي ده مهم، والحبة السوداء بقى اللي هي حبة البركة والكلام ده تحطوها حلو جدا، اي حاجة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ضمن الحاجات، ليه الصوت مش واضح؟ ليه؟ لا من عندكم انتوا، ده انا بزعق اهو. لا طب انا مش عارفة انا محسود ومعيون ولا انا مسحور. اعملي الحاجات كلها، اعملي الحاجات كلها اللي هي ايه؟ تجيب القسط الهندي منين؟ من العطار. قولوا عايزين قسط هندي، عايزين التلبينه من العطار. ماء السدر، ماء السدر بيبقى ورق كده بتغليه بتحطيه في ميه مغليه وتقفلي عليه وبعدين تشربيه. عايزين تحطوا عسل حطوا، مش عايزين تحطوا عسل، ناس عندهم سكر شبانه خلاص. التلبينه هي هتلاقي مكتوب عليها اسال عطار بتعمل ازاي، بتتعمل بلبن، شربيها وتحفه جدا. اي حزن قلب، احنا ما شاء الله علينا احنا الحريم بنحزن، احنا على طول حزنانين ومقمصين وحالنا ما شاء الله علينا. فتحط يا جماعه والله ما فيها، من الصوت عالي اهو اهو، ازعق ايه اكتر من كده؟ لو ما اعرفش الشخص اللي حسدني، كل اللي دخل عليك يا تيم، مين اللي دخل عليكي في وقت اللي بتاع فلانه وفلانه؟ هاتوا لي كلكم. والله انا اعرف مجموعه والله، ودكاتره يعني ناس علميا ما شاء الله ولا قوه الا بالله، و تقول لك لا 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 انتوا اللي دخلتوا، ما فيش غيركم اللي اتصلت عليكم، يلا هاتوا، ولا يزعلوا روحهم حلوه اللهم بارك. وناس اساتذه في جامعه يعني، مش ناس تقول لها يا سلام هو احنا اللي مش عارفه ايه، هو احنا يا ست هاتي خلاص. الناس بتقول الصوت واضح ودوروا على السماعات بتاعتكم بقى، ماليش دعوه. النقطه الثانيه اللي انا حابه انبه عليها جزئيه ان انت معلش يعني بالراحه كده يا اخوات، هو انت زعلانه من ايه؟ ها هو انت زعلانه من ايه؟ ايوه عين الحاسد يا بنت العين، دخلت الجمل القدر وادخلت الرجل القبر. حتى لو قريبك، حتى لو كأقرب الأقربين، فما نزعلش من الكلام ده، ما نزعلش. الحاجات اللي أعرف إزاي ده سحر ولا عين ولا أعمل كله، لا طب ما أنا أعمل كله، ما أنا هيئ جسدي إنه مبقاش عرضة لسكن الجن باللي أنا بقوله ده كله. المية اللي بتشربيها هاتيها واقرأي عليها، يلا الله لا إله إلا هو الحق القيوم، سعد القدس سنت ولا نام، قولي الفاتحة بسم الله الرحيم، خلاص قلنا بسم الله الرحمن الرحيم ونشرب، اطبخوا بيها، اغتسلوا بيها. معلش بصوا، ناس قلوبها سليمه مش قلوبها سليمه، وانت خايفه ليه؟ قولي لها وانت مش قادره تديني ليه؟ ها وحطيها قدام الامر الواقع وفرجيها، قولي لها دكتوره هلا سمير كانت بتقول كده، فرجيها المقطع ده. يا جماعه غلط غلط غلط، يعني انا نفسي بالله عليكم بس عشان نبقى الامر ده امر واضح، واحنا يعني لا ناذي، واحنا هنفرح باذيه الناس؟ انا ما بقولش ان الناس ممكن تكون حسد يا ستي بغير قصد، قالت بدون مثلا قصد منها، ها بدون قصد منها، خلاص تمام قدر الله ما شاء فعل، هاتي ميه وضوئك وهاتي كذا وهاتي كذا واحنا نتوكل على الله. يعني النقطه دي انا مش عايزه حد يزعل منها. ليه؟ لانها سنه عن النبي عليه السلام، وانا بصدق كلام النبي عليه الصلاه والسلام. فعلاج الحسد تاني، والعين والسحر تاني، سوره البقره، الصلاه على وقتها، اذكار الصباح والمساء، دايما متوضيه لان هيحصل عندك انفلات في الريح، دايما على وضوء، تقعدي روحي تاني، معلش الشتاء جاي معلش. عرفت ان في واحده دخلت عليكي وساعتها مرضتي او حصل لك حاجه، على طول هاتي ميه وضوءها، قولي لها توضي لي وتاخدي ميتها وتغتسلي بيها لو انت متاكده. طب كذا حد مش عارفه مين، هاتي كل اللي دخلك، ما فيش مشاكل من الكلام ده، بحيث ان احنا تبقي انت على الاقل على الاقل خدتي بالاسباب. اللي قدامك قولي قول اللهم بارك، قول، واللي نسيت تقول تذكريها ما تتكسفيش. وهي قولي لا ما تزعليش، ومش عايزين النساء يزعلوا، وليحيوا السنه دي. وايات الشفاء كلها، المشاريب، التلبينه، القسط الهندي لو لقيتيه مر على طول تعرفي، يعني انا اعرف ناس صالحه جدا تختم القران كل 3 ايام ولا كل 5، يقول لك الله حلو اليانسون ده، يا ستي هو اليانسون والله ده مر جدا، ده المر جدا اعرف انك انت معيونه على طول او في حاجه. الـ 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 القسط الهندي والتلبينه وميه السدر، ورق بيتجاب من عند العطار بتغليه تحطيه في ميه مغليه وتقفلي عليه عشان زيوت طياره، وبعد ما تقفلي عليه تقومي جايه انت حاطاه فين؟ واخداه وشرباه. حلو جدا برضه ميه، واقراي عليها ميه سدر دي، اقراي عليها، ناس ساعات بتعمل الزعفران ساعات يعني، لكن ده اللي ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام. وندعي، ما حدش هيضرنا بحاجه الا اذا كان ربنا كاتبها او ابتلاء. واعرف ناس والله نتعالج من ايه؟ ما انا بقول لك اهو، لا ارجعوا للفيديو من الاول، مش قادره اعيد تاني انا. نتعالج منها ان احنا نشرب الحاجات ديت، وان احنا نقول الحاجات الوصايا اللي انا قلت عليها. ومحدش يزعل.
صح المثل ده صح، بس انا مش هقوله عشان ما عنديش له سند شرعي. المثل اللي انتوا كاتبينه ده قولي لهم ازاي نجيب ميه الوضوء، قولي لهم انا عايز ميه وضوءك، انا تعبت وانت وفلانه 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 عايزه ميه الوضوء بس، وندعي ربنا ان ربنا يا رب يعمل. ايوه ايوه اغتسلوا عليها، اغتسلوا عليها الميه دي لو عايزين تقراوا عليها، بس هي ما وراتش نقرا، هاتي ميه الوضوء واغتسلي بيها، حطي على اليمين والشمال وعمي الجسد بالماء وبعدين اطلعي. العيل اللي اتحسد غطي وشه وايده ورجله وبتاع واماكن السجود بالكلام ده. مسك الطهاره طبعا ممتاز جدا، والمسك ذات نفسه الجن يكرهه، سبع تمرات الصبح وسبع تمرات ده الله سبحانه وتعالى يا رب ينجينا منهم اللهم امين. القسط الهندي لا مش غالي والله، موجود في كارفور في مصر وموجود في كل مكان وعند العطار، اسمه القسط الهندي او القسط البحر. والتلبينه كمان والله، التلبينه واحنا كده ما نروح عند حد، لا نخش ولا نفتن واشبك حين كده وريني وفرجيني واعمليني وبكام يا جماعه، ما تروحوا كده عين ما والمكان اللي قعدوكوا فيه عضو فيه، يعني في ادب كده واتيكيت للاسلام كده، اللي احنا يعني العادات دي والحاجات راحت يا ستي، مش عادات ده يعني حاجات من الذوقيات، يحطوكي في المكان وراتك وراتك مركش خلاص ما شاء الله ولا كده خلاص يا ستي وهكذا.